انا دكتور احمد اليماني، انا دكتور في قسم اداره المشروعات هندسه الزقازيق. انا المرشد الاكاديمي للفرع الطلابي للجمعيه الامريكيه للهندسه المدنيه او للمهندسين المدنيين، هي معروفه اختصارا بالامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينير ASCE. الفرع الطلابي للجمعيه دوت اتاسس من حوالي سنتين، اتاسس فعليا وخد الابروف رسمي للجمعيه الامريكيه للمهندسين المدنيين من حوالي 9 شهور. الهدف منها هنا ان احنا عاوزين دايما نخلي الطلبه دايما يربط بين تطبيق الهندسه المدنيه والدراسه الاكاديميه. اي طالب بيشترك في الفرع الطلابي للجمعيه اكيد هيتعلم انشطه ثانيه بالاضافه الى مجرد التعليم الاكاديمي، فهو الموضوع مش فقط تعليم اكاديمي، لان التعليم الاكاديمي الحمد لله متوفر وبكثره وبجداره في الكليه. فكانت الفكره ان احنا عاوزين نخلي في جزء تطبيقي للعلم الاكاديمي المتعلمه. بيعملوا سنويا تقليل سنوي او مسابقه سنويه هي الستيب بريدج. الستيب بريدج دي بتبقى ناشونال كومبيتيشن، يعني مسابقه على المستوى القومي بين الجامعات الامريكيه. رحت عليها من اول ما كنت طالب دكتوراه في نورث داكوتا ستيت يونيفرستي، كنت بشوف الطلبه هناك بيبذلوا جهد، بالذات تحديدا يمكن طلاب السنه النهائيه ان هم كانوا بيقعدوا طول السنه يمكن يعملوا ترايل معدني في اقل وقت واخف وزن، وبالتالي بيبقى في يعني في طريقه للريتنج بيفضلوا بين التيمز اللي بتتسابق مين اللي هيقدر يعمل الكوبري اخف وزنا واكتر واحد يقدر يستحمل لودز اللي عليه. فحضرتك عجبتني الفكره دي، وانا كنت اتمنى يعني تمنيت وقتها ان انا لما ارجع مصر ان انا نقدر نعمل الستيب بريدج ده عندنا في مصر. جم طلبه من عندنا من الكليه بحوالي سنتين، بدل فكروا ان احنا ليه ما نعملش فرع طلابي الامريكان سوسايتي اوف سيفل انجينير، وبالفعل عملنا الفرع الطلابي. حاولنا السنه دي ان احنا نفعل الفرع الطلابي ده، ان احنا نعمل حاجه بجد جديده في مصر ما حدش عملها قبل كده لكل اقسام الهندسه المدنيه في مصر كلها، وهو ان احنا عندنا تيم بنجهزه دلوقتي ان هو يدخل في مسابقه الستيل بريدج في امريكا. بدانا فعليا بنجهز الخطوات الاساسيه ان احنا نكون تيم من الناس اللي هيقدروا يبقوا يسافروا. فاحنا عملنا ريكروتمنت في الفرع الطلابي دوت، وبدات الناس الحمد لله بغزاره يشتركوا، وبدات في ابلكيشن ان شاء الله في مرحله التصفيات هناخد منهم احسن ناس اللي هم يقدروا ينافسوا، فبالتالي الناس دي هتسافر الولايات المتحده الامريكيه وهينافسوا في الستيل بريدج ان شاء الله على المستوى القومي. واتمنى باذن الله انا متاكد ان هم هيقدروا يكسبوا ويعملوا سبق ما حصلش قبل كده لكل اقسام الهندسه المدنيه في مصر. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو دوت ان هو يحاول يتواصل مع اعضاء الفرع الطلابي هنا للجمعيه في كليه الهندسه جامعه الزقازيق، ويحاولوا يشوفوا ازاي ممكن يشاركوا لو فاتهم التسجيل في الريكروتمنت اللي هو كان من فتره دوت، فهم ازاي يقدروا يشاركوا، ازاي يعملوا اي حاجه. يعني حقيقه هي فرصه مش هتتاح كتير للطلبه ان هم يقدروا يتنافسوا في حاجه عالميه، هيقدر يقابل ناس من كل دول العالم يتنافسوا على تطبيق حاجه من فروع الهندسه المدنيه، دي هتبقى خبره ممتازه جدا مضافه الى السي في بتاع اي حد ان هو يشترك في المسابقه ديت. فاتمنى ان الكل اللي يقدر يشارك اللي يقدر يساعد اي حاجه، يساعد الناس، يخليه متابع معاهم حتى لو ملوش فرصه ان هو يبقى واحد من الفريق، ولكن ممكن كمان يبقى معاهم على طول يتعلم حاجه، مش شرط ان هو يبقى الناس يسافروا، يكفي شرفا ان هو يبقى مع الناس ويساعدهم ويدعمهم ويبقى دايما وراهم، مش يحبطهم ولا يكسر معرفهم. احنا عاوزين البدايه ان شاء الله تكون بدايه مشرفه لكل سنه، يبقى معروف ان هندسه الزقازيق من كل هندسات مصر هي اللي بدات العرف دوت وبدات تسافر امريكا وتجيب ان شاء الله تجيب مركز متميز متقدم، واتمنى ان يا رب يبقى المركز الاول على كل ستيل بريدج في العالم كله، اتمنى ذلك. فادعوكم للمشاركه، ادعوكم للدعم، بعد اذنكم تواصلوا مع الفرع الطلابي وان شاء الله هتستفيدوا باي شكل من الاشكال من العمل تبع الجمعيه. اشكركم واتمنى نشوفكم ان شاء الله من ضمن الفريق المتكامل. السلام عليكم.